سفن حربية روسية قادمة على الحدود المصرية مع سفن البحرية المصرية عاجل، ننشر التفاصيل. وهل هذا الموضوع له علاقة بوجود البحرية الأمريكية في إثيوبيا؟ ننشر التفاصيل. وعاجل الكشف عن تسليح إحدى أقوى الأسلحة الفتاكة في البحرية المصرية. والرئيس السيسي يتحدث عن سد النهضة من جديد بكل صراحة لكل العالم، ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، مسؤول روسي يتحدث عن إنشاء مركز في مصر لصيانة المروحيات الروسية. وعاجل تحذير من عادة سيئة يفعلها المصريون كل جمعة تؤدي إلى كارثة. ولأول مرة منذ عدة سنوات في مصر، محكمة تصدر عقوبة ضد مواطن بسبب كلب. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. سفن حربية روسية قادمة على الحدود المصرية مع سفن البحرية المصرية. قال المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي إن مجموعة من سفن حربية من هذا الأسطول تنجز رحلتها إلى ميناء الأسكندرية للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية المصرية المشتركة. وأضاف المكتب الصحفي: ستدخل السفن الروسية إلى الميناء المصري بشكل رسمي في 3 ديسمبر، وتضم المجموعة البحرية الروسية الفرقاطة الأدميرال على سطحها مروحية وسفينة الدورية ديمتري لوغاتشيف وقاطرة الإنقاذ SCB-742. وستقوم المناورات التي تحمل اسم جسر الصداقة 2021 في الفترة من 13 ديسمبر في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط في منطقة خليج الإسكندرية. يشار إلى أن مناورات جسر الصداقة الروسية المصرية تقام منذ عام 2015 وجرت في عام 2020 في البحر الأسود بدخول السفن المشاركة إلى ميناء نوفروسيسك الروسي. المصدر معنا كان من نوفوستي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وعاوز أعرف رأي حضراتكم، هل هذه المناورات يعني عبارة عن مناورات عادية يعني تحدث بشكل مستمر؟ مناورات جسر الصداقة كما ذكرت أنه من 2015 المناورات دي موجودة، ولا ليها علاقة بقوات البحرية الأمريكية الموجودة على سواحل بالقرب من دولة إثيوبيا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وحسب صحيفة أرتي، عاجل الكشف عن تسليح إحدى أقوى الأسلحة الفتاكة في البحرية المصرية. كشف معرض إليكس 2021 في مصر عن تسليح فرقاطات ميكو M10E2 مصرية التي تمتلك توربيدات سيهاك DM2A4 الثقيلة الموجودة ضمن تسليح غواصات طيب 209 على 1400 مد. كما تم كشف عن تزويد فرقاطات ميكو المصرية بسونار مقطور للرصد السلبي والإيجابي ألماني الصنع. كما تم الكشف على أن فرقاطات الميكو تحمل رادار رئيسي من نوع NS110، وهو نسخة معدلة من الرادار NS100 بمواصفات ثورية، أول رادار 4D تمتلكه مصر. وكذلك تم الكشف عن تسليح فرقاطات الميكو المصرية بصواريخ سطح إكزوست بعدد 16 صاروخ وصواريخ ميكا NG بعدد 32 صاروخ بمدى معزز يصل إلى فوق 40 كيلومتر. وكذلك مدفع 127 ملي مزوب بقذائف فولكانو بعيدة المدى 86 كيلومتر، ومدافع عيار 35 ملي وتوربيدات MU90. وبحسب جناح شركة TKMS الألمانية وجناح شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، حسب ما ظهر في الفيديو التعريفي المقدم من مواصفات الفرقاطة، تكون الميكو المصرية هي أقوى نسخة في هذه الفئة ولا مثيل لها في جميع الدول التي امتلكتها. وتعاقدت القوات المصرية على 4 فرقاطات من هذه الفئة، وسيتم تصنيع إحداها في شركة ترسانة الإسكندرية حسب المعلن رسميا. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق
على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يتحدث عن سد النهضة من جديد بكل صراحة لكل العالم. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة، شدد على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل. وشدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا على أهمية التوصل لاتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. والآن الرئيس السيسي بكل وضوح لرئيس وزراء إسبانيا يقول أن قضية سد النهضة قضية وجودية مصرية، يعني ما ينفعش إن احنا نتكلم فيها بالنسبة لمصر، وأقصد يعني إن احنا ما ينفعش نتكلم فيها أي المعنى الحرفي، لا أقصد أنها يعني مياه مصر ما ينفعش إن احنا يعني نلمسها. هذا هو يعني المعنى، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى مسؤول روسي تحدث عن إنشاء مركز في مصر لصيانة المروحيات الروسية. تحدث أوليك سالابوف مدير خدمات ما بعد البيع في شركة مروحيات روسيا عن أوجه التعاون بين شركته ومصر. أشار إلى أنه تم في مصر إنشاء مركز لصيانة المروحيات الروسية، وجاء ذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 في مصر، حيث تشارك روسيا بفعالية وتقوم بعرض معدات عسكرية وأسلحة مختلفة بما في ذلك المروحيات. وفي البداية أشار المسؤول في مروحيات روسيا وهي جزء من مجموعة روستيخ في مقابلة مع RT إلى أن مروحيات روسيا تقدم مجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر العسكرية والمدنية. وقال: نحن نوحد شبكة من مكاتب التصميم التابعة لمصانع إنتاج طائرات الهليكوبتر وصيانتها وإصلاحها، ونقدم مجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر بدءا من الطائرات الصغيرة إلى الأكبر في العالم وهي Mi-26 التي يمكن أن تنقل شاحنات تصل إلى 22 طنا. وعن التعاون بين الشركة ومصر، قال سالابوف إن شركة مروحيات روسيا تعد الرائدة عالميا في تطوير وإنتاج طائرات الهليكوبتر. لدينا تاريخ طويل من التعاون مع مصر، فقوات الجوية المصرية تشغل نسبيا أسطولا كبيرا من طائرات الهليكوبتر الروسية الصنع. وبالإضافة لذلك فقد أنشأنا في مصر مصنعا أي مركزا لصيانتها، وذلك بالاشتراك مع منظمة الصيانة ومصنع حلوان للصناعات المتطورة. وأشار المسؤول الروسي إلى أن الجانب المصري يتمتع في الوقت الحالي بالقدرة على إصلاح وصيانة طائرات الهليكوبتر الروسي. وقدمت روس أوبرون إكسبورت الشركة المسؤولة عن تصدير معظم الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية عرضا واسعا النطاق لمنتجات شركات الدفاع الروسي في المعرض الدولي لصناعة الدفاع إيدكس 2021 المنعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر ل 2 ديسمبر من هذا العام. وقال ألكسندر مخايف مدير عام شركة روس أوبرون إكسبورت التي تدخل مع مروحيات روسيا في مجموعة شركات روستيخ الروسية: مصر تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا. التعاون العسكري التقني بين بلدينا له تاريخ طويل ويتطور باستمرار وفقا لاتجاهات السوق العالمية. وفي الجناح الذي نظمته روس أوبرون إكسبورت عرضت 7 شركات روسية كبيرة لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية منتجاتها في المعرض المصري للصناعات العسكرية والدفاعية. وتم عرض في الجناح الروسي أكثر من 350 عينة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، منها هليكوبتر للنقل والطائرة Mi-35M. ويشارك في معرض إيدكس 2021 أكثر من 400 شركة من حوالي 42 دولة. ويعد الحدث أول معرض دفاعي دولي يقام على أرض مصر، وأقيمت النسخة الأولى منه في العام 2018، وكان مخططا أن يقام المعرض كل عامين، غير أن الوباء يعني عالميا حال دون ذلك. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تحذير من عادة سيئة يفعلها المصريون كل جمعة تؤدي لكارثة. حذر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران من كارثة داخل البيوت يفعلها المواطنون كل جمعة تكمن في استنشاق البخور
إذ إن رائحته تسبب أضرارا صحية للجسم. وشرح بدران عن الأضرار الصحية لأدخنة البخور إنه يسبب تلوث الهواء الداخلي في الأماكن المغلقة، وتحتوي الانبعاثات الناتجة عن حرقه على مركبات عضوية متطايرة وجسيمات دقيقة مثل أدخنة التبغ وعوادم السيارات، وأخطرها أول وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والمركبات العضوية المتطايرة. وتشمل أضرار البخور الصحية ما يلي: الإصابة بالالتهابات التنفسية، والإصابة بحساسية الصدر أو الأنف أو الأعين أو الجلد، وقصور في الدورة الدموية، ومشاكل في العين والأنف والحلق والجهاز التنفسي، خاصة في مرضى الحساسية وسيلان الأنف وانسداده، وبحة الصوت والسعال وضيق التنفس. وأكد بدران أن أضرار تلوث الهواء تختلف حسب عدة متغيرات: حجم الجسيمات العالقة في الهواء، إذ إن الجسيمات الصغيرة الحجم أكثر ضررا بسبب سهولة المرور عبر الأنف والحنجرة والقدرة على دخول الرئتين، نسب وتركيز الجسيمات العالقة في الهواء وطبيعة الجسيمات العالقة فترة التعرض للهواء الملوث. وكلما زادت فترة استنشاق البخور كلما أدى ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة، ويتوقف ذلك أيضا على السن، الحالة الصحية والمناعة والوراثة، ويفضل عدم استنشاق البخور لأكثر من 5 دقائق. ويرتبط استخدام البخور بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والحساسية التنفسية شامل الأنف والصدر، كما أن الهواء الملوث يقوم بخفض مضادات الأكسدة. تحتوي أدخنة البخور على غاز أول أكسيد الكربون أي القاتل الصامت، لأن الكميات الكبيرة منه تقوم بقتل بلا إنذار، ويسبب العديد من أمراض القلب، إذ يقلل من وصول الأكسجين إلى عضلة القلب وزيادة لزوجة الصفائح الدموية، فتزداد قابلية لتكوين الجلطات ويمهد الطريق لتصلب الشرايين، بالإضافة إلى الالتهابات والجهاز التنفسي وانخفاض وظائف الرئة. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وكان هذا تحذيرا من عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ولأول مرة منذ عدة سنوات في مصر محكمة تصدر عقوبة ضد مواطن بسبب كلب. أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة حكما بإلزام أحد المواطنين بدفع غرامة قدرها 200 جنيه لقيامه بتعذيب كلب. وقال ميشيل إبراهيم خليل محامي القضية أن القصة تعود أحداثها إلى عدة أشهر، عندما تبين للإعلامية منى فاروق وجود إصابات بالغة على جسد كلب تتولى رعايته في مكان سكنها بمنطقة عمارات العبور بمدينة نصر، واتخذت إجراءات قانونية ضد عامل جراج. ثبت أنه استخدم قطعة خشبية عليها مسامير وقام بتعذيبه وأحدث إصابات بالغة على جسده. وكشف محامي القضية أن الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة هو الأول من نوعه بشأن ضرب وتعذيب كلب، ويأتي بعد سنوات من حكم سابق بمعاقبة متهمين بالحبس لذبح كلب. مصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأبنوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.